انا مبسوطه جدا اني رجعت للنادي الاهلي مره تانية، ومامتي اصلا الفتره اللي فاتت دي كلها قاعده بتقول لي ريم خلصي كاريرك في النادي الاهلي، انت لما بداتي في مصر رجعتي يعني من بره على نادي الاهلي فخلصي كمان في نادي الاهلي. فانا متاكده ان هي مبسوطه جدا اكتر مني انا شخصيا. فأنا متحمسه جدا للسيزون ده، ان شاء الله نحقق فيه كل البطولات زي ما النادي الاهلي متعود، وزي ما انا اخر مره لما كنت هنا في النادي الاهلي برضو كسبنا كل حاجه، بس ما كانش ساعتها بقى فيه بطولات افريقيا وبطولات دوليه وكده. ان شاء الله بقى السنه دي نزود عليهم كمان بطولة افريقيا ونفرح جمهورنا الجميل. كابتن طارق هو اللي بدأ المفاوضات معايا وكلمني وكلم محمد جوزي وقال له ان احنا يعني نفسنا ريم تبقى معانا في الفرقه، ودي حاجه طبعا كانت تشرفنا احنا شخصيا. فالموضوع راح وجي، وفي الاخر قعدنا مع كابتن خالد العوضي. الصراحه حصل كونكشن جامد جدا، احنا الموضوع خلص بسرعه جدا، احنا ما كناش متخيلين كده. وبالتالي ما اعتقدش ان حتى البروسيس في العادي انها بتاخد السرعه دي، بس دي حاجه كانت بتاعت ربنا اكيد، وربنا كان كاتب ان الدنيا تمشي كده. و بس انا في الفرقه اصلا يعني دينا كابتن الفرقه دينا عمر صاحبتي من واحنا في 16 سنه، لعبنا منتخبات كتيره جدا جدا مع بعض وعشره عمر. اللعيبه كلها لعيبه المنتخب، فلعبنا مع بعض في سنين كتيره، ومبسوطه جدا ان انا بقى حوالينهم وان احنا نرجع نلعب مع بعض مش بس في المنتخب، يبقى كمان في الفرقه ونقعد السنه كلها مع بعض. السنه دي ان شاء الله عندنا 6 بطولات. كان كابتن طارق من ساعه ما بدانا كلام يعني هو بيتكلم في الموضوع ده ان هم 6 بطولات، وان شاء الله يبقوا 6 من 6. ومتاكده ان الفرقه كلها مش هتفرط في اي بطوله، مش احنا بالنسبه لنا بنخش اي بطوله عشان نكسبها، مش عشان نشارك فيها، مش عشان نطلع منها بميداليه، لا احنا اي بطوله هنخشها يبقى بالنسبه لنا نكسب البطوله دي ان شاء الله. انا بدات باسكت وانا عندي تقريبا 13 سنه، بابا هو السبب. انا اصلا كنت لعبة جمباز، دخلت منتخب من وانا عندي 7 سنين 6 سنين، كنت بلعب دوليا من وانا صغيره جدا، وكنت رافضه فكره ان انا العب لعبه جماعيه. بس بابا كان ساعتها بقى مدرب وكان لعيب ولعب هنا في الاهلي اصلا اخر سنه اخر سنين ليه لعب في الاهلي، وهو اللي قعد يقول لي لا تعالي جربي ما اعرفش، وانا لا انا مش هلعب لعبه جماعيه، انا اتعودت ان انا بتعب بتمرن بكسب، انا اللي بعمل حاجه وانا اللي بكسبها. وبعد كده سبحان الله يعني حبيت الباسكت جدا، وبقيت اكتر واحده بتعمل اسيستات اللي هو اكتر حاجه بباصي للناس، بحب اشغل الفرقه، بحب اعمل الحاجات مالهاش علاقه بانها حاجه فرديه خالص. ف هو الصراحه من اول يوم خلاص قررنا ان هلعب باسكت وهو بيشجعني جدا، هو اللي شجعني ان انا اسافر والعب بره، وسابني اروح جامعه في امريكا، والحمد لله كنت اول واحده تلعب في ديفيجن 1 NCAA. فدي فتحت برضو خطوه للعيبه كتيره جدا انها تروح وتعرف ان ده اوبشن اصلا، وان اولياء الامور يعرفوا ان دي حاجه مش خطر على البنات، بالعكس عادي ان بنت تروح وتاخد الاكسبيرينس دي وترجع تبقى احسن من الاول. بس هو برضو اللي شجعني ان انا اروح العب في اوروبا، وان ربنا يكرم فرقه يكرمنا يعني الفرقه اللي انا كنت فيها وكسبنا السنترال يوروبيان ليج. و بس يعني بابا وماما صراحة أكتر ناس شجعوني من ساعة ما بدأت باسكت. وجي بعد كده بقى أخواتي طبعا دايما بنلعب بقى ضد بعض على طول، وفكرة إن أنا ناس كتير هنا في مصر بتقعد تقول ريم ستايلها شبه الولاد بسبب كده، إن أنا على طول بلعب مع كريم وآدم، فأنا ما شفتش ستايل البنات وبابا اللي معلمني. فكان بالنسبه لي فكره ان في حاجه اسمها ستايل بنات وستايل ولاد دي ما كنتش اعرفها، انا كان بالنسبه لي انا بلعب باسكت وخلاص. ف هم الصراحه اكتر ناس يعني ليهم يعني لو انا بقيت اي حاجه في الحياه هم السبب. بصراحه احلى حاجه حصلت اليومين دول بعد ما الاعلان طلع بتاع ان انا مضيت مع النادي الاهلي، الرياكشن بتاع الجمهور ما كنتش متوقعه يبقى كده، وحاجه بسطتني جدا فرحتني جدا. بقى اصلا كل شويه حد يبعت لي سكرين شوت بصي بيقولوا عليكي ايه، بصي ده الجمهور حبك ازاي. لما جيت هنا برضو كل مره مثلا بمضي حاجه بنخلص ورق بنعمل اي حاجه يقعدوا يقولوا لي الناس كلها فرحانه بيكي، فدي حاجه انا طايره بيها السما الصراحه، وحاجه هتشجعني ان انا ادي اكتر من اللي عندي اصلا للنادي، وان انا
احقق اكتر حاجه اقدر اعملها مع النادي. جمهور الاهلي دايما بيبقى في ظهر لعيبته ودايما بتشجعهم بطريقه غير طبيعيه، وده اللي انا شفته من خلال كل البطولات اللي اتعملت هنا في النادي وكل البطولات الدوليه اللي النادي كان بيخشها من اي رياضه، يد، طايره، سله، كل حاجه. وانا عارفه ان دي حاجه بتشجع اللعيبه اكتر من ما انتوا تتخيلوا، و انتوا دايما بتبقوا دافع لينا ان احنا نحقق كل البطولات دي، وان شاء الله ان شاء الله سلة سيدات نزود افريقيا.